بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 180. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله شيخ وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، سوف تستمعون في هذه الحلقة إن شاء الله لإجابات عدد من الأسئلة، أولها من المرسلة ميم صاد زاي بل ميم ضاد زاي من الرياض، تسأل عن إرسال المصاحف لمن يحتاجها بالبريد وهي لا تعرف أحوال أهل البريد، ثم تسأل هل يشترط للبس الشراب والمسح عليها حصول مشقة بنزعها أم لا، وتسأل أيضا عن صلاة من شك في بعض فروض الوضوء، وفي آخر أسئلتها تسأل عن السنة في أداء الأذكار بعد الصلاة المكتوبة. ثم يجيب فضيلة الشيخ عن أسئلة من المرسلة ميم ألف ألف من السودان، تقول في أولها: ما كيفية صيام يوم عاشوراء؟ هل يصام يوم قبله أو يوم بعده؟ ثم تسأل عن حكم استعمال صبغة الشعر للمرأة الصغيرة تتزين لزوجها، وفي آخر أسئلتها تسأل عما يلزمها حيال قريبة لها قد وقعت بينهما شحناء. بعد ذلك بعث المستمع موسى عبد العزيز داود من تشاد مقيم بالمملكة، يسأل عن الحجاب الشرعي حيث سمع كثيرا من كلام أهل العلم من يجعله على غير صورة واحدة، ثم يسأل عن بعض صور النصيحة وحدودها، وبعد ذلك يسأل عن كفارة قتل النفس من الصيام، وفي آخر أسئلته يطلب من الشيخ توجيه النصيحة لمن يذبحون لغير الله ويسألونهم. ثم آخر أسئلة هذه الحلقة من المستمع ميم عين مقيم بالمملكة، يسأل عن الذهاب لأهل الرقى، من يرقي منهم بالقرآن ومن يرقي بالجان. إلى أول أسئلة هذه الحلقة. السؤال الأول في هذه الحلقة من المستمعة ميم ضاد زاي من الرياض، بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: أسمع في الإذاعة أن بعضا من إخواننا المسلمين في بعض البلدان يطلبون مصاحف، فهل يجوز لنا إرسال المصاحف بالبريد، علما أننا لا ندري عن القائمين على البريد في تلك البلاد هل هم مسلمون أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن المصحف الشريف له حرمته ومكانته وتعظيمه، لأنه يشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز إرساله إلى مكان بعيد إلا مع من يصونه ويحترمه ويسلمه إلى مسلم ينتفع به. أما أن يرسل مع من لا يضمن ولا يؤتمن عليه وإنما يعتبره كسائر البضائع، فهذا أمر لا يجوز لا في البريد ولا في غيره. نعم. سلام الله عليكم. في سؤال آخر تقول: هل يجوز المسح على الشراب في غير فصل الشتاء، وهل يجوز المسح عليها إذا لم يكن هناك مشقة في نزعها، أم لا بد في المسح أن يكون هناك مشقة؟ أفتونا مأجوري. إذا كان الشراب يستر الرجل ويضفي عليها والإنسان بحاجة إلى لبسه، فإنه يمسح عليه، يجوز له المسح عليه بدل غسل الرجلين، سواء كان في الصيف أو كان ذلك في الشتاء، ولو كان خلعه لا يشق عليه فإنه لا يلزمه الخلع ما دام أن هذا الشراب تتوفر فيه الشروط المطلوبة، أن يكون ساترا لجميع الرجل، وأن يكون ساترا لجميع الرجل بحيث لا يظهر شيء منها، أن يكون ضافيا على محل الفرض بأن يستر الكعبين وما تحتهما من الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة ميم في سؤال آخر تقول: توضأت لصلاة المغرب، وبعد الانتهاء من الوضوء حصل لدي شك هل استنشقت أم لا، ولم أعد الوضوء بناء على القاعدة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، فصليت بذلك الوضوء المغرب والعشاء، فهل صلاتي صحيحة وبماذا توجهونني أثابكم الله؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله، وهذه القاعدة صحيحة مأخوذة من النصوص، فإن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها، لأنه يكون من الوسواس، ولو فتح الإنسان على نفسه هذا
الباب لانفتح عليه شر كثير. فإذا فرغ من العبادة ولم يحصل عنده شك في أثنائها وإنما حصل بعد الفراغ منها فإنه لا يلتفت إليه. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: إذا صليت الفريضة أقرأ الأذكار التي بعد السلام كلها إلا المعوذتين وآية الكرسي، ثم أقوم وأصلي السنة الراتبة وبعدها أقرأ آية الكرسي والمعوذتين، فهل عملي هذا صحيح أم لا بد أن تكون تلك القراءة بعد الفريضة؟ الأفضل أن تكون قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد الفراغ من الفريضة على إثر الفريضة، هذا هو الأفضل. ويجوز أن يؤخرهما الإنسان إلى ما بعد صلاة الراتبة، لكن الصفة الأولى أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة ميم ألف ألف من السودان بعثت عددا من الأسئلة تقول في أولها: كيف يكون صيام عاشوراء؟ هل يصام يوم قبله أو يوم بعده؟ أفتونا مأجورين. نعم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصام يوم عاشوراء ويصام قبله يوم أو بعده يوم، مخالفة لليهود. فالأفضل أن لا يقتصر على صوم يوم عاشوراء، وإنما يصوم قبله يوم أو يصوم بعده يوم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال آخر تقول: هل المرأة التي لم تكن كبيرة في السن لكن ظهر الشيب في شعرها، هل يجوز لها استعمال صبغة الشعر؟ تريد التزين لزوجها؟ أفتونا مأجورين. يجوز صبغ الشيب بغير السواد، يجوز للمرأة أن تصبغ الشيب الذي في رأسها بغير السواد الخالص، وأما السواد الخالص فإنه لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم. بعض الناس الشيخ يستعمل الكتم لكن يحيل حتى يكون أسود، هل العبرة باللون أو بالنوعية المادة؟ العبرة باللون، الأسود الخالص لا يجوز، وأما الأسود غير الخالص فإنه يجوز من أي المواد. نعم. لو كان يميل إلى الزرقاء قليلا؟ نعم، المهم أنه ما يكون أسود خالص، فإن تحقق السواد منه فهو بحكم السواد. إذا كان أسود خالص فإنه محرم نص الحديث، أما إذا خف سواده وخالطه لون آخر فإنه لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في آخر أسئلتها: لي قريبة حصلت مع بيني وبينها شحناء، وعندما جاء العيد مددت يدي إليها لكنها رفضت وقالت لي شكرا، ثم قامت بشتمي بل ضربتني، وذهبت إلى أهلها لكنها ترفض الصلح والعفو وتتمدح أنها ضربتني، فكيف أفعل؟ هل أعاملها بذلك أم تحبس أعمالي كل اثنين وخميس؟ وبماذا توجهونني؟ أثابكم الله. ما دمت قد حاولت تصالح معها وسلمت عليها فقد بذلت ما يجب عليك، ويكون الإثم عليها، تكون هي المقاطعة وهي الهاجرة فيكون الإثم عليها. وأما أنت ما دمت أنك قد حاولت الإصلاح معها وطلبت منها المسامحة فقد فعلت ما يجب عليك والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل موسى عبد العزيز داود من تشاد مقيم بالمملكة بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: أرجو أن تفيدونا عن حجاب المرأة الشرعي، وهل الوجه والكفان عورة أم لا؟ حيث نسمع بعض العلماء يقولون إنها ليست عورة، وبعضهم يقولون إنها عورة، وواجب على المرأة أن تلبس النقاب، وقد نرى بعض النساء يلبسن النقاب ليس خوفا من الله ولكن اتقاء أعين الناس، وفعلهن ومشيهن لا يرضاه الله جل وعلا، أفيدونا في ذلك أفادكم الله؟ لا شك أن حجاب المرأة ثابت بالكتاب والسنة، وهو يشمل الوجه والكفين، لأن الوجه هو أعظم مواضع الفتنة من المرأة، وهو محل النظر وتعلق أنظار الرجال، هذا من الناحية العقلية. أما من ناحية الأدلة الشرعية فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب المراد به الجلال الكبير الذي تلتحف به المرأة من رأسها إلى أسفل قدميها، أمرها الله أن تدني منه على وجهها، كما فسر بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن معنى هذه الآية، فإنه أدنى طرف ثوبه على وجهه ولم يبدي إلا عينا واحدة، وذلك تفسير منه للآية الكريمة. ولقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب هو ما يستر جميع بدن المرأة من جدار أو ثوب أو باب أو غير ذلك. فإن قال قائل إن هذا
خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة لنساء المسلمين. وأيضا تعليل الآية يشمل نساء النبي وغيرهن، لأن الله قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، والطهارة مطلوبة في جميع الأحوال وفي جميع ومع جميع الأشخاص والنساء، فليس هذا خاصا، لأن التعليل عام. فإذا كانت العلة عامة فإن الحكم يكون عاما أيضا كما قرر ذلك الأصوليون. ومن السنة حديث عائشة قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. دل هذا على السنة العملية بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تغطية الوجه عن الرجال الأجانب. وكذلك في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار ما يكون على رأس المرأة، الغطاء الذي يكون على رأس المرأة أمرها الله سبحانه أن ترخيه على جيبها. فإذا كانت فتحة الجيب يجب سترها فالوجه من باب أولى، ولأنه يلزم من إرسال طرف الخمار على الجيب يلزم منه المرور على الوجه. فالحاصل أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها، وفي مقدمة ذلك وأشده الوجه والكفان. وما قاله بعض العلماء فإنه مرجوح بالأدلة، والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقول العالم إذا خالف الدليل فإنه لا يعول عليه، وإنما يعمل بالدليل مقتضى الدليل، هذا واجب أهل الإيمان. أما أهل الأهواء والرغبات فإنهم إنما يأخذون ما يوافق أهواءهم ولو خالف الدليل بحجة أنه قال به العالم الفلاني أو العالم الفلاني. الواجب علينا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بما في الكتاب والسنة، ولا نقبل من أقوال العلماء إلا ما وافق الدليل. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول الأخ موسى عبد العزيز في سؤاله الثاني إن له عمّا ليست تربيته لأولاده تربية صالحة، يقول عندما أنصحه ليصلح من تربيتهم ينهرني ويقول ليس هذا من شأنك وإن الله غفور رحيم، ويقول أيضا إن نصيحتي له فتنة، أرجو أن تفيدوني هل النصيحة له تكون فتنة، كما أرجو نصح المسلمين عبر برنامجكم هذا بقبول النصيحة. أحسن الله إليكم. النصيحة واجبة، قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة واجبة لا سيما للقريب، فإن من حق القريب على قريبه أن ينصحه إذا رآه على مخالفة. قد قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فالواجب عليك الاستمرار بالنصيحة مع قريبك، وإن قابلك بما ذكرت من الكلام القاسي فإنك تصبر على ذلك وتواصل النصيحة معه إبراء لذمتك، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. ويجب على المسلم أن يقبل النصيحة ولا يركب الهوى، فإنه يجب على المسلم إذا بلغه شيء من أمر الله ورسوله أن يأخذ به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلا يجوز للمسلم الذي يبلغه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخالف ذلك ويبقى على هواه وعلى رغبته ويزدري الناصحين، هذا ليس من صفات المسلمين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول في سؤال ثالث كنت سائق سيارة وحصل مني حادث مروري، في ذلك الحادث مات طفلان وجاء المرور فتنازل أهل الطفلين، وحسب العرف المتبع عندنا دفعت لهم مبلغا معينا وذلك حق الأهل، أرجو أن تفيدوني فضيلة الشيخ عن حق الله جل وعلا وهو الكفارة، هل أصوم شهرين متتابعين
الأربعين عن كل طفل أم عن الطفلين معا أم بماذا تكون الكفارة وجهوني أثابكم الله؟ إذا كنت مدانا في الحادث الذي مات فيه شخص أو أشخاص كبار أو صغار فإن عليك الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد صيام شهرين متتابعين. كفارة القتل الخطأ تلزم في أحد شيئين على الترتيب: الشيء الأول العتق لمن قدر عليه، لمن وجده وقدر عليه. الشيء الثاني الصيام، إذا لم يجد العتق أو لم يستطعه فإنه يصوم شهرين متتابعين. ومن قتل عدة أشخاص خطأ فإن لكل شخص كفارة مستقلة، فتصوم عن كل طفل شهرين متتابعين. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: هناك بعض الناس يذبحون وينذرون لأصحاب القبور ويسألونهم الصلاح والعافية والرزق ويحلفون بالله كذبا ولا يحلفون بأولئك المقبورين كذبا، أرجو أن تنصحوا هؤلاء عبر برنامجكم النافع، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. الذبح للقبور والاستغاثة بهم، طواف بقبورهم، تقرب إليهم ورجاؤهم لجلب النفع دفع الضر، كل ذلك من أنواع الشرك بالله عز وجل، وهو شرك أكبر لأنه صرف أنواعا من العبادة لغير الله عز وجل. فالواجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخلص العبادة لله عز وجل، لأن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا يرضى أن يشرك معه أحد من خلق، لا نبي مقرب ولا ملك مرسل ولا صالح من الصالحين. العبادة حق لله عز وجل، والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكلمة شيئا نكرة في سياق النهي تعم كل شيء، فلا يجوز أن يشرك مع الله أحد، ومن أشرك مع الله أحدا في عبادته فإنه يكون من أهل النار الخالدين المخلدين فيها إذا مات على ذلك ولم يتب. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لا يصح معه عمل. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك الأكبر يحبط الأعمال في الدنيا والآخرة ويجعل صاحبه خالدا مخلدا في النار. فالواجب على من يريد النجاة لنفسه أن يتوب إلى الله عز وجل قبل الممات، وأن يخلص العبادة لله، وأن لا تأخذه الحمية الجاهلية أو العصبية الممقوتة، أن يستمر على شركه وعلى أو التقليد الأعمى، أن يستمر على شركه فيموت على الشرك فيكون من أهل النار خالدين المخلدين فيها. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب للأمر بتوحيده والنهي عن الشرك به سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. في آخر أسئلة هذه الحلقة سؤال من المستمع ميم عين مقيم بالمملكة، يقول: ابني صغير مريض وبه مس من الجان، نصحني الناس لأذهب لأصحاب الرقية، وهناك من يرقي بالقرآن وبعض آخر يرقي بالجان، وقد احترت لأيهم أذهب، فابني قد اشتد مرضه، أرجو أن توجهوني وأن تدعو له، جزاكم الله خيرا. الذي يستعين بالجن لا يجوز الذهاب إليه، لأنه لا تجوز الاستعانة بالجن والغائبين، لأن ذلك من الشرك بالله عز وجل، ولأن الجن لا يعينون الإنس إلا إذا تقرب إليهم بشيء من العبادة والشرك بالله عز وجل وفعل شيء من نواقض الإسلام، لا يخدمونه إلا في مقابل أن يتنازل عن دينه وأن يتنازل عن عقيدته. فلا يجوز الاستعانة بالجن، لأن هذا من الشرك بالله عز وجل، كما لا تجوز الاستعانة بالأموات والغائبين، لأن هذا شرك بالله عز وجل. وأما الرقية عند أهل الصلاح والعقيدة السليمة، رقية بالقرآن والأدعية المشروعة، فهي مشروعة والحمد لله، وهي سبب من الأسباب النافعة إذا اعتقد أن الشفاء من الله عز وجل، وإنما هذه رقية سبب للشفاء، فهي مشروعة ولا بأس بها. أما أن يذهب إلى الجن أو يذهب إلى الإنس الذين يتعاملون مع الجن، فهذا كفر وشرك بالله عز وجل، وإفساد لعقائد المسلمين على يد هؤلاء الدجالين والمشعوذين. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا وقلقا واضطرابا، سلطهم الله عليهم بالتخويف والتهديد. وهذا هو واقع من يستعينون بالجن الآن،
دائما في قلق ودائما في خوف من كل شيء. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه عاقبة من يستعينون بالجن، وهذا مآلهم والعياذ بالله. فالواجب التحرر من هذه الخرافات وهذه الأباطيل، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى العقيدة الصحيحة وفيما أنزله الله من الأدوية والشفاء غنية عن هذه الأمور المحرمة. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، تكرم بالجواب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من جواب، وشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم.